البيت كله يصبح ملكه. واقول لك يا بنتي بلاش نرهنه، تقولي لي لا يا اما يخلصي الجوز يتفضح علشان 20 جنيه عمري، اهم ما بقوش عمري. في لقطة فنية هنلقي الضوء على حياة الفنانة زكية إبراهيم، وهي من الفنانات التي لم تسلط عليها الأضواء ولم تأخذ حقها في النجومية، برغم أنها واحدة من أشهر الفنانات التي قدمنا دور الحما في السينما المصرية. امتدت مسيرة الفنانة زكية إبراهيم لأكثر من 35 عام ما بين السينما والمسرح، وكانت البطلة الحقيقية لفرقة الفنان الراحل علي الكسار قبل ظهور السينما الناطقة. زكية إبراهيم ولدت في 25 يوليو عام 1901 بالفيوم. اتجهت زكية إبراهيم إلى فرقة الفنان علي الكسار، ومنها اتجهت إلى السينما لتعمل في عدة أفلام، أهم أفلامها سلفني 3 جنيه، علي بابا والأربعين حرامي، نور الدين والبحارة الثلاثة، العزيمة، ليلة الدخلة، وما لا يعرفه الكثير. الفنانة زكية إبراهيم أحبت الفنان الكبير علي الكسار، وعلى الرغم من تجسيدها دور والدة زوجته حماته في معظم أفلامها، لكنها أحبته جدا وتعلقت به وكانت تغار عليه، إلا أنها لم تتزوجه لأن كان حب من طرف واحد، وكانت تنافسها على هذا الحب الفنانة الكبيرة ماري منيب التي أحبها الفنان علي الكسار، ولم يكن يعلم بحب زكية إبراهيم له، وبسببها تخلت عن اشتراكها في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. ارتبطت الفنانة زكية إبراهيم بعلاقة صداقة قوية جدا مع الجاسوسة والراقصة حكمة فهمي منذ أن جمعهم فيلم العزيمة عام 1939، حيث تم القبض على حكمة فهمي بتهمة التجسس للألمان أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث أضربت حكمة فهمي عن الطعام وتم نقلها إلى مستشفى الدمرداش. وقفت زكية بجانب صديقتها وكانت ترعاها في المستشفى حتى مرت حكمة فهمي من أزمتها، ثم اعتزلت بعد ذلك المجال التمثيلي وابتعدت عن الأضواء. ولم تتزوج الفنانة زكية إبراهيم لترحل عن عالمنا يوم 8 إبريل عام 1970، لكن رصدها الفني لا يزال متعلقا في قلوب وعقول كل مشاهد مصر لأفلامها الكوميدية التي لا يستطيع أحد غيرها القيام بها.